المؤشرات توحي بتوجه الأوضاع بقطاع التربية نحو فصل جديد أكثر تعقيداً مما هو عليه الآن، ولكن الفارق هذه المرة معطى جديد هو اتفاق النقابات والتفافها حول موقف الاحتجاج والتخندق في جبهة واحدة ضد وزارة نورية بن غبريط. إن كل نقابات قطاع التربية اقتنعت بأن لا بد من الوحدة، وقد سبق أن التقت مع بعضها البعض، خاصة وأن المطالب موظفي وعمال قطاع التربية هي واحدة، فالآن الأوان لأن تتحقق هذه المطالب، وكل نقابات مستعدة للتكتل ولخوض معركة واحدة من أجل الحصول على المطالب المرفوعة العالقة. استنساخ تجربة 2010 وإعادة طرح تكتل النقابات المستقلة في كيان واحد يطرح تهديدات جدية للموسم الدراسي، كما يعزز تكرار سيناريو القبضة الحديدية بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين. لكن النقابة الوطنية لعمال التربية تطرح شروطها للانضمام إلى المبادرة. حان الوقت لتكتل نقابي قوي ليخدم قطاع عمال التربية. احنا التكتل هذا لازم على كل النقابات أن يتكتلوا ولكي يخدموا القطاع، ما يخدموش نقابتهم. يعني أنا مش نقول أنا اليوم هذا التكتل هذا ليس تكتل ضد الوزارة، وإنما تكتل يعني باش نجيبوا حقوق عمال قطاع التربية. منعرج جديد يدخله قطاع التربية في مسار الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، مع رفض كل طرف التنازل لصالح مصلحة التلميذ المقبل على موسم إضراب آخر.